برجع لحضراتكم مره تانية مشاهدينا، ولسه معاكم مصر جميله بكل الخطوات الايجابيه اللي بتحدث فيها، بكل الاهتمام بمستقبل الشباب والدور اللي بتقوم به الدوله في هذا الاطار، وخصوصا في مجال التعليم والصحه، لان هم اساس التنميه في اي دوله من الدول. علشان كده الحقيقه بنشوف خطوات ايجابيه تقوم بها الدوله المصريه في هذا الاطار، ولعل من اخرها الجامعات الاهليه. وشفنا وتابعنا مع حضراتكم افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعه الملك سلمان والدور اللي هتقوم بيه. مش بس كده، لكن كمان تغيير منظومه التعليم الجامعي طبقا كمان للظروف اللي بيمر بيها العالم مع جائحه كورونا، وازاي بيكون في تغيير في البنية التحتية التكنولوجية وتوفيرها للجامعات وللطلبة والطالبات. حول هذا الموضوع وبمزيد من التفاصيل بيسعدنا اللقاء مع دكتور عبد القادر الهواري، الكاتب المتخصص في الدراسات المستقبلية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك، صباح الخير. صباح الخير، منورنا. وخليني في البداية أقول أن يعني أصبح الفكرة أو الرؤية بالنسبة للتعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص مختلفة، وخصوصا في الفترة الأخيرة. إزاي حضرتك بترصدها وشايف دور الدولة المصرية في الاهتمام بيها؟ التعليم من المقرر أنه كل 10,000 مواطن لهم باحث علميا، ومصر في حال تعداد السكان 100 مليون يبقى عندنا 100 جامعة في مصر ما بين خاصة إلى جامعة حكومية. حاليا يوجد حوالي 62 جامعة منهم 27 حكومية. استراتيجية مصر 2030 وما بعدها أنه مصر يكون فيها نهضة علمية أكبر متخصصة في مختلف المجالات. عندنا حاليا وزارتين، وزارة للتعليم والفنيين من الشباب، ووزارة للتعليم العالي والبحث العلمي مخصصة للجامعات والبحث العلمي. والقانون الجديد أتاح للجامعات الاستثمار في مجالات العلم والتعليم، بمعنى أنه يمكن لأي جامعة أن تقوم بدراسات وأبحاث بالشراكة مع شركة قطاع خاص وليس شركة حكومية فقط، كنوع من الاستثمار. يمكن لجامعة حكومية أن تقيم جامعة خاصة كنوع من الاستثمار، وهناك جامعات تابعة لجامعات حكومية من الجامعات الحديثة. وبالتالي أصبح المجال مفتوح أمام العلم والاستثمار العلمي. جزء من الاستراتيجية أضافها وزير التعليم العالي الحالي هي الشراكة مع جامعات أجنبية، والحقيقة ده شيء إيجابي لكنه يحتاج إلى مراقبة ومتابعة، بمعنى أن أي حد هيعمل دراسة حديثة مفيدة لمصر من المؤكد أيضا سوف ترسلها الجامعة إلى الدولة الأم في الأساس. فمهم جدا يبقى في يعني شراكات ومتابعات مع هذه الابحاث والدراسات، خاصه ان الدول عالميا بتصنف رقم واحد الولايات المتحده الامريكيه علميا نتيجه الابحاث والدراسات العلميه والعلماء، والثاني اليابان. فبالتالي ده مهم جدا ان الدوله تستفيد به. سينا تعتبر جوهره مصر، الفترات تاخرت مصر كثيرا في الفترات السابقه، لكنها في ظل السيد الرئيس يعني في توجه كبير الى سينا. توجد لدينا شمال وجنوب سينا محافظتين، وهناك طرح انه يكون في محافظه ثالثه في الوسط. وبالتالي تم وفقا لاتفاق بين مصر وبين المملكه العربيه انه يتعمل جامعه في سينا للم كل اهالي سينا علميا وتعليميا وخدميا وبحث علمي، الاستفاده من امكانيات سينا من موارد وخامات، واضافه ايضا توظيف الشباب والاهالي أهالينا من سينا في هذه الجامعة، وخاصة أن الجامعة هتضم الآلاف من الطلبة والآلاف أعتقد من الموظفين من سينا ومن مصر ومن دول عربية عديدة. الجامعة جامعة كبيرة توجد في ثلاث مناطق، رأس سدر والطور وشرم الشيخ، كل منطقة حسب إمكانياتها واحتياجاتها بيتم عمل كليات فيها. يعني شرم الشيخ فيها كليات للألسن، كليات للسياحة والفنادق، على اعتبار أن جنوب سينا وشرم الشيخ من أهم مناطق السياحة على مستوى العالم. تمام، وأعتقد أن ده هيكون ليه دور كبير جدا في الفترات القادمة في توفير الخدمة والتعليم لأبنائنا ولشباب المتواجدين في هذه المناطق. بصفة عامة الجامعات الأهلية ودورها وأهميتها بالنسبة للشباب إيه؟ الجامعات الحكومية الحقيقة يعني محتاجة إلى دعم مادي كبير، والعالم الحديث عالم رأسمالي، عالم اقتصادي، بمعنى أنه كل شيء أصبح استثماري حتى في التعليم وحتى في العلم. الأبحاث يعني العالم يبحث عن علاج لكورونا، طب الباحثين كم ينفق عليهم وكم
يتم توفيره للعلماء والباحثين حتى يتم إيجاد مصل أو مضاد لهذا الفيروس. الإمكانيات العالمية غير جيدة الحقيقة، يعني حتى لا نظلم العلماء، الإمكانيات اللي بتوفرها منظمة الصحة العالمية للعلماء والباحثين في العالم إمكانيات الدول ليست لا تسهم فيها بشكل كبير، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بتنسحب أو تتراجع في الدعم لهذه المنظمة الكبيرة مع أنه ده في مصالحها وصالح البشرية. وبالتالي العلم والتعليم في حاجة إلى دعم كبير. الدول أصبحت لديها أعباء كثيرة وعديدة، والعالم فأصبح متعدد ومركب في المشكلات التي يواجهها، وبالتالي لابد من وجود قطاع خاص يستثمر في مجال التعليم والتعليم والتعليم العالي. في مصر الحقيقة دخل المجال ده وناجح وحقق نجاحات جيدة كبيرة في مصر، وهناك علماء الحقيقة من جامعات خاصة، يعني حتى لا نظلم الطلاب والخريجين الجامعات الخاصة، انه ده لا بالعكس، ما هناك اوائل من الاوائل في الثانوية او في المدارس او مختلف المجالات من الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة. لا واعتقد انها يعني بعد تواجدها في مظلة التعليم العالي برضو والاشراف عليها، اعتقد ان ده قنن بشكل كبير جدا دخول هذه الجامعات وبالفعل توفير الخدمة لابنائنا وبناتنا من الطلبة والطالبات. يعني هنا دي مش معناها ان هو دخل جامعة خاصة ان هو غير متفوق او غير امكانياته لا تتناسب مع الجامعة الخاصة. لو امكانياته لا تتناسب هو مش هينجح بالاساس بالزبط. يعني اكيد هيذاكر، اكيد هيمتحن، اكيد كل المجالات دي. كمان ايضا الدولة اللي تابع ليها الجامعة، الجامعة تبع دولة أجنبية من الدول الأوروبية على سبيل المثال أو آسيوية كبيرة، وعندنا أكيد بتتابع العملية التعليمية في الجامعة لأنه يهمها اسمها وسمعتها ومستواها التعليمي. المدارس الانترناشونال، المدارس الخاصة، كل دي في دول أيضا هي بتتابعها، وبالتالي الوزارة بتشرف عليها هنا ولها شروط وقواعد محطوطة، وبالتالي ده مهم جدا يتم في المستقبل، وده بيضيف لينا ويضيف لمستقبلنا، مستقبل شبابنا. صحيح، وخلينا نقول ان ده مهم جدا لإيجاد كوادر بحثية. كمان عملية البحث العلمي مش بتكون دلوقتي قاصرة بعد التحرج على من يعمل في مجال البحث العلمي، لكن اصبح في نوع من الاهتمام بيها حتى في مرحلة ما قبل التخرج واثناء الدراسة الجامعية. ازاي بيتم تطوير كمان وتحديث آليات التعليم بحيث تتواكب مع آليات السوق واحتياجاته في المستقبل بالنسبة للشباب؟ العلوم العملية أصبحت لابد من دراسة عملية معملية حتى يتم إنتاج نوع جديد من هذا العلم في مجال مثلا رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو الأبحاث. ما أصبحتش مكتبية أو أسيرية زي ما بيقولوا عليها في المكتبة، يروح المكتبات ويجمع بالمراجع والكتب ويعمل رسالة ويحصل على ماجستير أو دكتوراه كما كان في السابق. أصبحت معملية عملية، ينتج منتج جديد يتم تقديمه للعلم وللبشرية. يعني أصبح العلم لخدمة البشرية وليس أصبح العلم لفلسفة العلم أو لأجل العلم كما كان في السابق. نفس الكلام العلوم النظرية على سبيل المثال الأنثروبولوجيا أو الاجتماع، ده أصبح ميداني أمبريقي، يعني لابد عشان يعمل رسالة ماجستير أو دكتوراه لابد أن تكون ميدانية وحتى يحصل على درجة عليا. يعني غالبا طالما الرسالة لابد أن تكون في إطار خدمة المجتمع أو إيجاد حلول لمتطلبات أو تحديات المجتمع اللي بنعيشها في الفترة دي. يعني ميدانية، يعني هينزل للمجتمع، هينزل البيئة اللي هيدرسها، هيطلع نتائج ويتم استخدامها في المستقبل وتوجيهها للجهات المعنية بهذا المجال. يعني إذا كان في كليات مخصصة لإفريقيا عندنا، لآسيا، لدول حوض المتوسط أو لآسيا وإفريقيا، دراساتها بتكون ميدانية في هذه الدول الإفريقية والأسيوية، وبالتالي يمكن الاستفادة منها على سبيل المثال في الخارجية، في العلاقات الدولية بالنسبة لمصر، استثمارها. وخاصة أن الأبحاث والدراسات في العصر الحديث دخلت في صناعة القرار نفسه، بمعنى أن صناعة القرار في الدول سواء دولة رئاسية أو مملكة أو برلمانية أو خلافه ليس كما يعتقد بعض أن الرؤساء بيصحوا الصبح ويقول يلا هنعمل كذا النهاردة، لا بالعكس، ده بيتاخد أراء مفكرين وكتاب ودراسات وأبحاث. يعني الرأي بيتم دراسته دراسة علمية مستقبلية، وفي النهاية بيتخذ القرار بناء على مصلحة الدولة ومصلحة البلد، يعني بشكل علمي وليس بشكل فردي زي ما البعض بيعتقد. طيب في ظل يعني الظروف اللي بتجتاح العالم كله والتخوف والقلق من الموجة الثانية لكورونا فيروس، اعتقد كمان بقى في نوع من الاختلاف في آلية تقديم المادة العلمية بالنسبة للطلبة والطالبات في مختلف المراحل، وطبعا بنتكلم على المرحلة الجامعية.
تحديث البنية التحتية التكنولوجية واللي اهتمت بيها الدولة، كان ليها الحقيقة خطوات استباقية في هذا الموضوع، وتأثير كمان هذا الموضوع على ما يتلقاه الطالب أثناء الدراسة. الحقيقة وزير التعليم العالي هو من الخبراء المتخصصين في التعليم العالي على مستوى العالم، الحقيقة مش على مستوى مصر بس. أضاف طفرة جديدة في البنية التحتية، كانت الحقيقة كانت مصر السابقة فيها لمرحلة كورونا، وكأنه هناك تنبؤ بما سوف يحدث ومحدش كان يعرف يعني الفيروس. وبالتالي كان في بنية تحتية الإنترنت وخلال الأونلاين والبرامج المختلفة للتعليم فيها. التعليم أصبح من خلال الإنترنت والبحث العلمي، كمان عندنا معامل ومراكز ومكتبات كلها موجودة على الإنترنت. على سبيل المثال كل جامعة، أعتقد كل جامعة يعني في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعات أعرفها لها مكتبات يمكن لأي طالب الدخول من خلال الإنترنت ويطلع على ما يريد من الكتب من خلال باسورد معين وإيميل معين بيدخله. نفس الكلام بنك المعرفة المصري، ده بنك عالمي مش لمصر بس، كل يمكن للشباب الاستفادة منه عالمية. مكتبة اسكندرية مكتبة عالمية تحتوي على آلاف الكتب، وبالتالي يمكن الاستفادة منها من خلال الانترنت يعني، وليس الذهاب كما كان الذهاب إلى المكتبة حتى أحضر كتاب أو سطر أو جمل حتى أستفيد به في الرسالة أو البحث. التعليم أصبح في ظل كورونا، يعني كورونا حققت التباعد الاجتماعي والتواصل الاجتماعي في نفس الوقت. التباعد الاجتماعي يبقى ما فيش صلة يعني في التعامل بين البشر وبين بعضهم، لكن أصبح في تواصل اجتماعي من خلال الإنترنت، أصبح كل شيء من خلال الإنترنت. يعني التعليم أعتقد في جامعات بتخلي الحضور يومين في الجامعة بالنسبة في حالة الحضور والانصراف الضروري، وأيام ويومين على سبيل المثال في الأونلاين، طبعا مع اختلاف الجامعات والكليات حسب القرارات، وفي البعض يمكن أكثر أو أقل. فأصبح الإنترنت موجود مهم وضروري، فتم تطوير الانترنت في مصر بشكل كبير، وهناك شركة حكومية كبيرة تنافس على مستوى مصر، وإن شاء الله في المستقبل هتنافس على مستوى القارة على مستوى العالمي. حقيقة مهم جدا، وده كان بيوضح رؤية الدولة المصرية في الخطوات اللي قامت بيها في مجال الاهتمام بالبنية التحتية، البنية التحتية العادية والبنية التحتية التكنولوجية اللي كان ليها أثرها بشكل كبير جدا في حتى العام الدراسي الماضي، وشفنا قد إيه بالفعل تم استثمارها بالنسبة للعملية التعليمية. إن شاء الله نجد بالفعل مزيد من الاهتمام في مجال التعليم، في مجال الصحة، في كل مجال يهم المواطن المصري. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد القادر الهواري، شكرا. المتخصص في الدراسات المستقبلية، نورتني يا فندم، وإن شاء الله دايما يكون في لقاءات حول هذه الموضوع. شكرا لحضرتك. بكده أكون وصلت مع حضراتكم لنهاية لقائنا النهاردة، بكرة بإذن الله موضوعات جديدة، ودايما مصر جميلة. اسلمي يا مصر إنني الفدا، دي يدي إن مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهاما أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. أعيا الفنا وقفة الأهرام فيما بيننا، لصروف الدهر وقفتي أنا، في دفاعي وجهادي للبلاد، لا أميل لا أمل لا ألين. لك يا مصر السلامة وسلام يا بلاد.
في كل حين.